السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى اما اقول لكم، لما الفريزر يعمل كارثة زي اللي عملها معايا دي ما تقلقوش خالص. انا كنت في البلد، جيت لقيت الفريزر سايح، كله الحاجة اللي فيه لمتها كلها رميتها، استعوضتها عند ربنا. رحت جايبه مطلعه كله كده وسبت يوم كامل، كان في اخر درج فوق كان فيه تلج، سبت يوم كامل سايح. وبعدين بصي اهو الدرج ده كان فيه تلج، لان انا من يوم ما جبته بصراحة ما عملتوش لان هو بخار. رحت جايبه بقى ميه، ورحت جايبه حطها في البانيو، رحت جايبه غسل الاول الادراج والازاز. اول حاجه بتغسليه وبتشيليه، بعد ما غسلته كده صفيته كله، حطيته كده في الارض صفيته. رحت جايبه بقى ما ديت، دي خلطه انا كنت عاملاها لتنظيف الهدوم والتلاجات والبوتاجازات. مسكته بقى حته حته كده، خليته قشطه شمعه منوره. بصي خليك الفيديو الاخر عشان تستفاد. البتاع بتاعه بيبقى اللي هو الاشعار بتاعه ده اللي بيبقى منور، بيبقى العداد بتاعه ده بيبقى سالب 19 او 21، يعني بيطلع من 21 ل 19، بيتنيه طالع نازل كده، وبتبقى ظبطاه على 2، ما بتزودوش عن كده، لان كل ما بتزوديه بيشد كهربا بزياده وبيهلك الفريزر بزياده. انا هنا مسكته بقى صبنته حته حته، استعوضت كل الحاجات اللي كانت فيه، قلت فدا عيالي، محدش عارف كان ايه اللي هيحصل. تزعليش لما حاجه تحصل، حاجه تبوظ عندك، ده ربنا اللي عايز كده، فمحدش يزعل. هي كانت كميه حاجات كتير، ولحوم وحاجات وفراخ، بس انا استعوضتها عند ربنا بصراحه. هنا بقى بعد ما صبنت الثلاجه كلها قلت اشطفها، حطيت حبه خل وجبت حته نضيفه بقى، ومسكتها حته حته كده زي ما انتم شايفين. بصوا خليتها شمعه منوره كده. مسكته حته حته كده، خليته شمعه شمعه كده من فوق ومن تحت ومن الجناب، وخليته شمعه منوره كده. يا ريت هتيجي في الاكل والشرب والحاجات دي، بس ما تجيش في البني ادم، ولا في تعب لطفل ولا اي حاجه. مسكته كده خليته شمعه منوره اهو. بصوا يعني ما تتخضيش لما يحصل لك كده، ما تتخضيش خالص ولا تقلقي. هنا بقى مسكته خلصته كله ونشفته، وبعد ما خلصته بقى قلت اما ايه اجيب الادراج، وادي مسحته من بره كمان ظبطته. انت طبعا ايدك على طول فيه، بس انا عشان هو يعني فريزر بيتلج انا هحطه في اوضه لوحده، مع مش حاطاه في المطبخ بصراحه، لان المطبخ مش كبير قوي. هنا بعد ما خلصت كله خليته زي ما انتم شايفين كده، بصوا خليته فله فله كده. انا الخلطه اللي انا عاملاها دي بتخلي الحاجات كلها زي القشط، بصبن بقى الثلاجه، البوتاجاز، الفريزر، لو عندي هدوم بنقعها هدوم بيضة. الخلطه ديت هتلاقوها انا لسه عاملاها لكم، ناس كانت طالباها عملتها له، بس انا بستعملها بقى لسنين بصراحه. الخلطه دي تحفه، لو بتمسح الشقه طبعا في الصيف كلهم بنمسح الشقق. هنا حطيت الازاز الاول، اللف في الازاز، وبعدين حطيت اللف في الثانيه. هنا بعد ما خلصت كله تيجي رص الحاجه بقى. بصوا بقى هو بيطلع كده، بيطلع بقى من سالب 3 بيطلع بقى لحد، اهم حاجه يبقى 19 او 21، وتظبطيه على 2، ما تظبطوش اكتر من كده. اتمنى تشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل جديد. دي بعد ما خلصت بصوا، ما تقلقيش خالص. بصي انا بوريك عشان تبقي عارفه، بصي كل شويه بيطلع وينزل، ما تقلقيش خالص. اتمنى تشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل جديد.